نعم، المسطرة، الرولر، شو رولر اللي هي، نعم هنا ماشي اوكي. نروح على هنا. نحط بسم الله الرحمن الرحيم هكذا ماشي، وهذه نسميها بسم الله الرحمن الرحيم. طيب نوقعها كويس هنا ماشي اوكي. نعمل ماسك هكذا، ونعملها دوبليكيت اللي هي كوماند دي، ونخفي الأولى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. يعني عندنا أربعة. فهنا هذه الثانية نعملها بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. نروح على ال V حتى ناخذ الموفينج تول، دبل كليك على الماسك نفسه، وننزلها على الحمد لله رب العالمين هكذا، ونصغر ال هكذا، نصغرها هكذا نعم، وبعدين نعملها دوبليكيت دوبليكيت، ونخفي العين تاع ال بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبعدين الحمد لله رب العالمين، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، شكرا أول واحدة، نعم، الحمد لله رب العالمين، هذه الرحمن الرحيم. فنروح هنا دبل كليك على هذه، شوي معقدة شوي لأنه إن الرحمن الرحيم على خطنا. نعم مش مشكلة، نخليهم هكذا يعني. هذه تلعب يعني، هذه تمشي على ال من 11 ل 14، الاثنين يعني نلعبهم مع اثنين ماشي. نروح على الحمد لله رب العالمين، ونحطها في الموقع هذا، نرفعها قليلا لفوق بالأسهم، وبعدين نروح على آخر صورتين هنا برضو، نحطهم في النص هكذا اوكي. طيب ماشي. الان نظهرهم كلهم، الان ظاهرين كلهم. فناخذ اول واحد بسم الله الرحمن الرحيم، ونحط alt و close bracket حتى نوقفها الى هنا، وبعدين نروح على اللاير الثاني هنا، بعدين نحط Alt و Open Bracket، ونروح على آخر ماركر هنا، بعدين Alt و Close Bracket، وبعدين نروح على الثالثة هنا ونحط Alt Open Bracket، نعم هكذا. لكن بدل ما تظهر هكذا بوم 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 يعني، فنحطها على أساس إنه Fade In Fade Out. نختار أول واحدة، نحط Opacity، نختار هنا opacity ونحطها صفر. نمشي كم فريم، نحطها 100، بعدين نروح هنا نعمل key frame هنا حتى نوقف 100 على هنا، بعدين نروح على آخر فريم هنا ونحطها صفر ماشي. نعمل على فكرة إذا طلع معك الكابس كابس لوك هذه، إذا كان الكابس لوك معك يعني شغال، راح يطلع لك راح يطلع لك هذه العلامة الحمراء هنا، دائما الناس كتير بيسألوا فيها في المنتديات، فهذه فقط تتعالجها بالكابس لوك وتروح. اوكي نختار الكي فريمز هنا ونعملهم هذه أول حاجة، نعملها هكذا ونختارهم. أول حاجة نعمل رايت كليك، وبعدين نروح على الكي فريم اسيستنت ايزي ايز، وبعدين نعملها كوبي، نروح هنا ونعملها بيست، نختار طبعا اللاير تاع الحمد لله رب العالمين، نروح على بيست هنا طبعا الكيف، نعملها يو عفوا،
اعملها يو اول حاجة هكذا. نعم، وبعدين نروح على اللير الثالث اللي هي الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. بعدين نختاره، نعمل بيست هنا، نحط يو حتى نوري الكي فريم، نختار آخر كي فريم اثنين، الاثنين نحطهم في الآخر هنا. طيب عشان لأن الرحمن الرحيم موجودة عندنا هنا، فنحيها من هنا، نختار هذا، وبعدين نروح على الماسك هنا ريكتانجل، ونعمل ماسك تاني هكذا في، دبل كليك على الماسك، على الماسك نفسه ونتحركه. نعم، وبعدين تحط سبستراك عليه هكذا، وتعمل شوية فيذر قليلا يعني. للفضل الثاني طبعا أحسن. أظني كلهم يعني نعمل لهم فضل أحسن. هنا نعمل له F هكذا، ونرجع للثالث نعمل له F ونشيل، طبعا لازم نشوفه، نعمل هكذا طبعا، دبل كليك على الماسك هنا ونصغره هكذا حتى ما يطلع لناش الحواف الحادة يعني هنا. طيب نروح على الأول واحد هنا، بسم الله الرحمن الرحيم، نختار أول حاجة كلهم ونحط L، بعدين نروح على آخر واحد هنا. طبعا هنا ظاهر عن لازم نصلح الماسك الثاني، فدبل كليك عليه نروح كده. طبعا لو كان شغل حقيقي يعني هذا الشكل مش جميل يعني، الرحمن فوق والرحيم تحت يعني، فالمفروض تعملهم مع بعض. أقول لك حاجة نعملها الآن. طيب نروح على الماسك الثاني، نروح على البي، دبل كليك نمسح هذه هكذا، وبعدين ناخذ البي مرة ثانية، ناخذ الكليب كله هكذا ونجيبه على على الشمال قليلا، نعملها دوبلكيت، دوبلكيت و دوبلكيت هذا، نروح على ال MM هنا، نروح على الماسك الأول الماسك الثاني، نشيل هذه نحطها هنا، نحط نشوف احنا وين رانا. وبعدين احنا مش بحاجة نعمل هذه الصولة أول حاجة هكذا، مش بحاجة للماسك الثاني أظني والله أعلم. نعم طيب ناخذ هذا الماسك دبل كليك عليه ونصغر، نصغر حتى نوصل لغاية فقط الرحمن هكذا. نعم، ونعمل صور لللاير اللي تحتيه حتى نوري الرحيم، بنحط على الفي هنا ونحرك اللاير نفسه هكذا ونحطه بجانب الرحيم. نعم طبعا لازم نكبر الماسك حتى يكون ماشي مع طبعا النقطة ولا الفاصلة ولا النقطة هي اللي بتكبر وبتصغر. أنا مسكت الماسك الغلط هكذا. نعم الفيذر تاع الماسك هذا احنا عاملينه عفوا اف، اوكي. طيب نرجع للموضوع، وين كنا؟ كنا في الفيذر. نشوف الفيذر تاع تاني هذا، عنده زي الفيذر تاعه 4 ولا 5، وهنا الفيذر تاعه 5، نحط نشوف الأربعة. من بعد نرجع هنا دبل كليك، دبل كليك ونغير كده.
احنا وكمان لعبنا بالاكسبانشن اظن احنا، فنشوف هنا ال MM expansion تاع، لا ما لعبناش بال expansion، ال expansion تاع هذا ماشي. اوكي راح اسيبكم انتم تشتغلوا عليه احسن. طيب شفت وسلاش هكذا. اوكي الان طبعا نرفع الاثنين هذوما ونحطهم في النص يعني. اوكي و اوكي نحط سيف. نشوف كيف. ماشي نشوف التوقيت تاعهم. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. بسم الله الحمد لله ممتاز. طيب الآن نلعب بالسكيل تاعهم. أوكي نروح على أول واحدة هنا ونحط سكيل ونحط زيرو هنا. طبعا رايت كليك كي فريم اسيستنت ايزي ايز حتى يعمل الحركة يعني سموث. نروح على اخر فريم هنا ونزيدها قليلا يعني مش كثيرا. في حاجة تانية. طيب نرجع للفريم زيرو. البيفت بوينت هذه المفروض تكون في النص، حتى لما تكبر تكبر من النص ما تكبرش من، لاحظ انه احنا اذا كبرناها تكبر من هنا قاعدة. فهذه هي اساس الاساس تاع نقطة الاساس تاع اي مجسم اللي هي بيفت بوينت، ولا بسموها انكر بوينت مرات. نحط ممكن تغيرها بالهنا، هنا اسمها اسم تاني بسموها بان بيهايند تو. نعم اوكي. طيب نكبس الواي ونحطها في النص، لأن إذا كبرنا راح تكبر من النص. نعم أوكي نروح على آخر فريم لأنه إحنا عاملين أصلا كي فريم هنا. نروح على آخر فريم هنا وبعدين نزيدها قليلا يعني مش كثيرا هكذا يعني. أوكي نروح على ال اللاير الثاني. المفروض أنا سميتهم يعني، المفروض أكون منظم أكثر. نروح على السكيل نحط هنا زيرو ونروح على آخر فريم. طبعا قبل ما نعمل هذا نختار البيفت بوينت ولا الانكر بوينت، نحط واي ونحطها في النص هكذا، بعدين نكبر الحجم. عفوا نكبر الحجم هنا قليلا هكذا. بعدين نروح على الثالثة هنا نحطها في النص. عفوا نختار كلها نحطها في النص هكذا. بعدين نحط سكيل على الاثنين لانهم تتذكر احنا يعني عملنا الاثنين مع بعض منفصلين. نحط سكيل هنا هنا نحطها في اول، وحطينا ستوب واتش هنا، دسنا على ستوب واتش هنا ونروح على اخر الفريم هنا البيفت بوينت واي. نشوف احنا وين نحط واي ونحرك this واي، بعدين مش قاعد تتحرك معي لانه هما مجسمين اثنين مع بعض. ماشي نحط كوماند شيفت، مش عارف هذه راح يسبب لي مشاكل بعدين ولا لا، لكن نحط كوماند شيفت ولا كنترول شيفت تو سي للبري كومب ولا موف اول اتريبيوت توجذر نيو كومب